السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حضرتك يا شيخنا. تفضل، الله يستر عليك. بعد إذنك يا مولانا، أنا لو كان معايا مبلغ من المال وبلغ النصاب، ولكن قبل ما يحول عليه الحول حد خده في شغل في تجارة، يعني عليه زكاة لأنه موجود ويثمر. طب يعني هو خد الفلوس وحتى الآن ما جابهاش في الذمة. احسب الديون، الفلوس عليك، الزكاة تكون في ذمتك. يعني حتى لو الفلوس مش معايا دلوقتي يا اخي، قلت لك تكون في الذمة، الله يغفر لك. توضيح يا مولانا بعد اذنك، يعني ايه يعني تكون مثلا انا جاي مثلا علي زكاة 100,000 جنيه، دي ما معيش فلوس ازكي، خلاص يبقى عليا انا. لا لا لا، انا مش معيش فلوس ازكي، اصل المال نفسه مش موجود، لكن يثمر. ما انت مشغله عند واحد يا حبيبي. تمام طيب، مظبوط. طيب عليه زكاة، ادفع ادفع. انا مش عليه هو، دي عليا انا، الزكاة دي عليا انا، مش على الفلوس اللي هو مشغلها. انت هي فلوسك ولا فلوسه؟ نعم، هي فلوسك ولا فلوسه؟ لا هي فلوسي، لكن هو ما ردهاش، وما رد يعني، وما انا ما خدتش وراه حاجه لسه، يعني هو ما ادانيش يا اخي. عليك زكاة، عليك زكاة، عليك زكاة يا مسلم. معك فلوس يدفع، ما معك فلوس في الذمة. السلام عليكم. خلاص.